ما السعادة بالنسبة إليك أبو عبد الله؟ يعني هل أنت سعيد في حياتك إذا عرفت السعادة؟ الحياة بطبيعتها حياة تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك، أين السعادة فيها؟ إذن وهالبشر اللي عايشين منذ آلاف السنين إنهم يمثلون السعادة على مسرح النسيان، إما بالمال أو بالعلم أو بالدين أو بالموروث. فهنالك من هو سعيد بماله ولكن له أحزان لو تفرغ لها لحزن، وكذلك هنالك من هو سعيد في عقله. أنا لو أبت فكان عندي عقلي لأنني أسعد فيه لأني أصل للناس والناس يصلوني وأجد المحبة، إذن أنا هذه قوام السعادة عندي. ولا يهمني المال، ولكن هنالك من هو أيضا سعيد بالمال. فالمال والصحة والعقل والمرجعية هي أساس السعادة التي ننعم بها. فمن تخلى عن تلك الأربع فقد الكد، الصحة، التمييز، المرجعية لإيلاف قريش السعادة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الكد الذي أطعمه فليعبدوا رب هذا البيت، المرجعية الذي أطعمهم من جوع هنا الصحة، وآمنهم من خوف هنا العقل، فلا يميز خائف. لذلك أنا أرى الحياة بين البكاءين أحيا، والحياة قصيرة، فهل آن لي أن أستبين لذلك؟ أعرف في قانون اسمه قانون النجاح. قانون النجاح بيقول لك النجاح قد يؤدي إلى نجاح آخر، صح ولا؟ مظبوط. والنجاح قد يؤدي إلى الفشل، هذا ممكن يتغير، مظبوط ولا؟ مزبوط. يتغير أو يتغر أو الأحداث تتغير، ولكن الفشل ضروري للنجاح المتزن. فلو وجود الفشل ليه مكان للنجاح قيمة؟ لو وجود الفشل ليه مكان للنجاح قيمة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك إن مع العسر يسر. فلو وجود العسر ليه مكان لليسر معنا؟ ولو وجود عكس المعنى ليه مكان للمعنى معنا؟ فلو وجود الفشل ليه مكان للنجاح معنا؟ فبالنسبه لي الفشل لازم عشان اكون افضل في حياتي، وتمشي في الدنيا تبص وراك تقول تعرف يا انا تعبت وانا استحقها. فلو كنت شويه كذا مره يبقى ان الواحد لما ينجح مش هيلاقي طعم للنجاح. وياما تكون سمعت عن ناس نجحوا وصل لمراحل كبيره جدا في حياته ما تسمع انه تعيس او مكتئب او انتحر. الله، طب ليه؟ لانه ما دقش طعم التوازن في الحياه. لا زال بعض الناس يقف على باب الآلام يريده أن ينفتح، مع أن في باب للسعادة على اليمين وعلى اليسار وللخلف، ما حاد لا يمينا ولا يسارا ولا نظر من الخلف، ولو التفت لوجد أبوابا مفتوحة. الله. يطرق باب من الحزن. لذلك درب نفسك كيف تبتهج بالحياة. والحياة ترى أحيانا في مواقف في الحياة جميلة نخليها لين تبرد ثم تذهب، فقط نفقد لذة الاستمتاع. تريد أن تقول لك كلمة جميلة ما قال لها الكلمة حتى نقلت العنان المركزة وماتت وبكى عليها، ما ننفع الدنيا. لا تؤجل المتعة. في الدنيا حدائق جميلة البعض منا ينظر إليها من بعيد ويرى الداخلين والخارجين يقول الله المستعين، ضاعوا الناس. أنت اللي ضايع لكن ما حد علمك، أنت اللي فعلا فاقد لنكهة الحياة الجميلة. أنت مستقيم وأنت مستقيمة وأنت طائع وهي طائعة، وهل صلى كيف يبتهج العاصي والكافر وأنت غير لا تبتهج؟